لإلقاء مزيد من الضوء على الاقتصاد العالمي وأسواق السلع ينضم إلينا عبر التيمز من دبي السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك معنا سيد رائد. دعنا في البداية نتحدث عن النفط الذي لا يتجاوب مع مخاوف اتساع رقعة الحرب، فما رأيك بأسعار النفط الحالية؟ حقيقة مؤمنة نحن عم نشوف أسعار النفط حاليا لا تستجيب كثيرا للتوترات الجيوسياسية، لأن التركيز الأكبر حقيقة هو باتجاه ضعف النمو في الطلب العالمي، وربما ضعف الاقتصاد الصيني هو أحد أبرز الأسباب التي تكبح ارتفاعات النفط بشكل كبير جدا، ولكن لا يعني أبدا أنه لم يتجاوب على الإطلاق. لا، كان في عندنا بعض الارتفاعات الواضحة مع تأجج الأزمة داخل منطقة الشرق الأوسط، وهذه التوترات سببت ارتفاعات ملحوظة في أسعار النفط، ولكن توقف عن الارتفاع بشكل أكبر، يعني نظرا ربما يمكن اعتبارها توقف التأثير الكبير أو اللحظي أو الآني للتوترات الجيوسياسية، وربما ارتباط ارتفاعات أخرى بتصعيدات مستقبلية. بالتالي عم نشوف عودة إلى الأساسيات بالنسبة لأسعار النفط، وبالتحديد لضعف أفاق نمو الطلب العالمي. في نفس الوقت ما في عندي إعاقات بالإمدادات النفطية، ويوجد وفرة بالمعروض دون تأثيرات كبيرة حقيقة في الآونة الحالية. وربما عودة تصحيح قوة الدولار الأمريكي بعض الشيء سببت كذلك الأمر ضعف في أسعار النفط أو عدم التجاوب الكبير، ولكنها عند مستويات مرتفعة نسبيا يمكن القول. يعني كنا نتحدث سيد رائد عن البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، إن كانت عن سوق العمل، واليوم يعني مؤشر مديري المشتريات إن كان الخدمية أو حتى غير التصنيعي، من شأنها بالطبع التأثير على قرار الفيدرالي الأمريكي بنحو خفض الفائدة. ولكن أنت ما رأيك بما صدر من بيانات حتى الآن، وما سيصدر أيضا حتى يوم غد؟ مؤمنة حقيقة حتى الآن المؤشرات تظهر أن الاقتصاد الأمريكي يحقق السوفت لاندينج أو الهبوط الناعم إن صح التعبير، أي أن الفيدرال الأمريكي لن يضطر حقيقة إلى التوجه نحو تقليصات كبيرة في أسعار الفائدة أو تبني سريع لسياسة توسعية من السياسة النقدية نتحدث هنا. وبالتالي يمكن القول أنه الفيدرال الأمريكي مرتاح في قرارات المرتبطة بالتقليصات القادمة، ربما يعني وفق دوت بلوت أو الخطة أسعار الفائدة ستبقى مستقرة ربما ب 25 نقطة أساس. التوقعات في الاجتماع القادم بنوفمبر تقليص، وربما خفض آخر في يناير العام المقبل، ولكن صيغة البيانات التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية إيجابية. ربما ننتظر إشارات أكثر وضوحا من سوق العمل يوم غد، لأنه حتى الآن البيانات نوعا ما ليست مكتملة فيما يتعلق بصحة سوق العمل. صحيح. طيب بسؤال أخير سيد رائد، وباختصار، ماذا عن الذهب الذي سجل ارتفاعات يعني متتالية خلال الفترة الماضية؟ سجل بعض التراجعات، ولكن هل سنتوقع أن نرى عملية تصحيح قوية في المستقبل؟ حقيقة الذهب لا زال قريب من مستوياته التاريخية إن صح التعبير، لا يزال هناك مشتري قوي واضح في أسعار الذهب. لا نرى هذا التصحيح العميق إلا إذا تراجع الذهب حقيقة دون مستويات 2600 دولار للأونصة أو 605 حتى يكون أكثر دقة، عندها ممكن أن نشهد تصحيحات أكثر عمقا. ولكن المبررات بقاء أسعار الذهب مرتفعة لا تزال قائمة، وخصوصا نحن مقبلين إلى إلكشنز وانتخابات أمريكية ربما تؤجج من عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين وتوجههم نحو ملاذات آمنة كالذهب. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. شكرا لك. شكرا مؤمنة.